ديال شركه لوكاس والغراري، الشركه اللي جاب سيارات. عندنا مجموعه من الفروع على مستوى المغرب، جميع المدن المغربيه. وحنا اليوم تنحتفلوا بالافتتاح ديال الفرع ديالنا في مدينه المحمديه. وحنا تنحاولوا نعطيو صبغه جديده لهذا المجال هذا اللي كان من فتره قليله تيعاني من العديد من الازمات والعديد من المشاكل. وكذلك تقريب المواطن من شركات الايجار، وتعرفوا اكثر على شركات الايجار لان هذا القطاع هو مساهم بشكل فعال في المجال السياحي كما تعرفوا. وحنا تنحاولوا نقربوا المواطن اكثر من هذا وتعرفوا اكثر بشركات وكالات الايجار. وحنا اليوم تحتفلوا كذلك بافتتاح الفرع الجديد بمدينه المحمديه. اكيد نوع السيارات حنا تنحاولوا اعاده هيكله هذا المجال واعطاء واحد صبغه جديده. كثير المواطنين المغاربه تعرفوا ان شركات الايجار تقريبا تعتمدوا على السيارات الصغيره بس، يعني السيارات متوسطه الحجم وصغيره الحجم. مي حنا تنحاولوا بمجموعه من المنفعين في هذا المجال اننا دخلنا مجموعه من السيارات الفخمه اللي تتعطي وتتساهم بشكل فعال. حنا تندخلوا حنا في اطار المجال الخدماتي، فتساهموا حنا في خدمه السياحه المغربيه بدرجه اولى. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا لوكاس والقراري افتتحنا عندنا معرض ديالنا في مدينه المحمديه بهذا المناسب ديال الافتتاح، اننا كنستثمروا الافتتاحات ديالنا بالتتابع فرع في الدار البيضاء في كازابلانكا، و كتالي اننا في المحمديه كنستبشروا الناس بان لوكاس والقراري كتوعد الناس بان السيارات على جميع انواعها، يعني بجميع فروعها. كنتمنى لكم النجاح، وكنتمنى الزبناء يعني بأسمنة منخفضة وبأسمنة مناسبة وفي كل مناسبات يعني وعدهم في جميع المراحل، وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك على شركم باش تمنيتو وبالافتتاح ديال المعارض ديالنا، ان شاء الله يكون بالخير علينا وعلى محمد. ان شاء الله كريم تقدم التهيئة السيد المدير العام الكراري بالتحرير والكلام ديال محمد، وتتمنى ليه التوفيق والنجاح في هذا المشروع اللي درنا في مدينة الزايد. جروب الكراري ديال كراء السيارات بهذه المناسبة الجليلة اللي توازنت مع شهر رمضان المبارك وليلة القدر، الله يدخلنا في الصحة والسلامة. حنا جينا نديرو الافتتاح ديالنا هنا في مدينة المحمدية، لأن حنا من أبناء مدينة المحمدية وجينا بواحد مفهوم جديد لكراء السيارات وبواحد الباك شوية رفيع المستوى باش نكبروا بهذه المدينة ديال مدينة الزهور، اللي كنتمنوا يكون فيها الخير، وكنتمنوا أن جميع الشباب يكونوا استثمروا في هذا الميدان لأنه استثمار جيد. وخا كاين بعض المشاكل اللي كتلقانا في الطريق ديالنا، حنا مجاهدين باش نديروا واحد الباك ديالنا كبير ان شاء الله من هنا الافق 2020، باش تكون هذا الجروب الكراري يكون ان شاء الله يكون بارمي الجروبات الكبار ديال العالميين في مجال كراء السيارة. Thank you.
القراري. We'll be right back.